فأستاذ بوزيد نستغل وجودك أيضا بما أننا رانا نشوفوا مشاهد حية لبداية خروج المواطنين. نعم. الساعة الآن تشير إلى 11:00 إلا بضعة دقائق، فهذه المدية مثلا التي خرج سكانها اليوم، وكان هنالك صور المواطنون بأعمار مختلفة يخرجون إلى الشوارع في هذه المسيرات التي نتابع بدايتها الآن. احنا صار من حظنا ان نتابع البدايات، ومن حظ الزملاء الذين سوف يجلسون في اماكننا فيما بعد سيلاحظون جحافلا من الناس ان شاء الله وهي في الشوارع والمدن دعما لفلسطين. واش نقول لهم للمترددين الذين ما زالوا في بيوتهم؟ انا هنا اتذكر شيء في غايه الاهميه. اتذكر في اخر حرب 2014 انا كنت في غزه، وحرب فعلا مدمرة، فكنا في جلسة مع واحد من الناس الذين نحبه هو الشيخ اسماعيل هنية، كنا في بيته. نعم. كنا حوالي 5 أو 6 من الجزائريين، وهذه أمانة أقولها للتاريخ وللشعب الجزائري وللتاريخ، والله يشهد أنه هذا هو الذي حدث وبشهادة المجموعة التي كانت معنا. فكان القصف كما يقولون ما شغال في غزة، يسموه العرس، يقول لك العرس شغال. فالقصة فيها كثير من التفاصيل، ولكن أنا أسترق منها نقطتين سارة وفيرة. النقطة الأولى، قالنا أيها الجزائريون إذا تخلى علينا العالم فلا تتخلوا عنا. إذا العالم تخلى على القضية الفلسطينية من التطبيع والتطبيل العلني والسري، أنتم لا 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 لا, لا تتخلوا على فلسطين. قال هل تعاهدون على ذلك؟ قلنا نعاهدك باسم الشعب الجزائري بأننا مستحيل أن نفرط وأن نخون القضية الفلسطينية. نعم. أيها الشعب الجزائري إذا تخلى علينا العالم فلا تتخلوا عنا. النقطة الثانية، لما تفتح الآن الخريطة فقال لنا